الرحلة إنه هي الورقة بتلزمك ولازم تتجدد، لأنه في عند منك في التخطيط وفي إدارة الصف إنه تغير أماكن الجلوس. خذ وعطي. الطالب ليس مكنة، ليس روبوت. استطعنا أن نستفيد بعض العناصر والترتيبات التي نستفيد منها في إدارة الصفوف. استذكرنا سوية بحضور المحاضرة بما هي العناصر المفيدة في إدارة الصف، وما هي التخطيط والتقويم في الصف من قبل المعلم للمتدربين. استفدنا بعض الأمور التي في إدارة الصف، واستذكرنا بعض الأمور الجيدة. توضع الصف لازم يكون أنا عندي مني صورة له في ذهني. توضع المتفوقين عندي 25 واحد متفوق. توضع هون. نعطي كورس في هذا المجال وهو الإدارة الصفية وتعلم النشط. سنضيف عليه إن شاء الله طريقة تدريس اللغة العربية وأصول التربية. طبعا الكورس يشمل طرق الإدارة الصفية، ما هي أفضل طرق تحويل الدرس إلى نشاط ترفيهي يشعر فيه الطالب بالأريحية ويتلقى المعلومة بالشكل الأمثل، وهو طبعا الشكل المطلوب، لأن المرح جو الحب جو التفاؤل هو الجو المناسب للتعليم. طب بنلاحظ احنا يا جماعة الأمثال بتشدنا وبتقرب الأفكار شيء فشيء. جماعة الحرارة في فصل الصيف يعالج الأمر بفتح النوافذ، في فصل الشتاء يعالج بالمدافئ. طيب إذا ما في مدافئ لازم